أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أهمية الملاحظات الأمريكية بشأن إبرام معاهدة شاملة تضبط القلق الدولي حول برنامج إيران النووي والصاروخي وتدخلاتها الإقليمية. وقال قرقاش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الملاحظات الأمريكية بشأن إبرام معاهدة شاملة تضبط القلق الدولي حول برنامج إيران النووي والصاروخي وتدخلاتها الإقليمية مهمة، ومن الضروري أن تكون دول الخليج العربي طرفاً في المفاوضات المقترحة. ودعا قرقاش إيران إلى التعقل لتتجنب مرحلة العقوبات وأن تتعامل بجدية مع هذه المقترحات. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن النظام الإيراني مول الفوضى في المنطقة، والاتفاق النووي مع طهران كان من المفترض أن يعمل على حماية الولايات المتحدة والحلفاء، لكنه لم يحقق الهدف.